العلماء يقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى تؤدى كالصبر على الصلاة، والثاني الصبر عن معصية الله حتى تجتنب كالصبر عن المحرمات ومن أعظمها الشرك، الثالث الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. إذن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى تؤدى، وعن معصية الله حتى تجتنب، والثالث على أقدار الله ما يقدر الله سبحانه وتعالى العبد مثل المرض أو الفقر وغيره. نعم.